الحياة الصحية السليمة عند المرأة بتساعدها كتير حتى تتفادى حصول سرطان الثدي عندها. بس مثل ما بنعرف انه حوالي 80% من سرطان الثدي عند المرأة بيجي مع مكون وراثي بيكون عندها ورثنته قبل من العائلة. بقى الحجر الأساسي بالعلاج هو التشخيص المبكر لسرطان الثدي، التشخيص حتى بالخلايا اللي قبل ما تتحول لخلايا سرطانية. العلاقة بين المريضة وطبيبة لازم تكون مركزة أو مرتكزة على علاقة ثقة وثقة تامة، لأنه الطبيب المعالج أو الأطباء المعالجين في حال وجد أكثر من طبيب هن المخولين الأكثر أنه يبكوها خلال العلاج حتى يكون العلاج شافي أكثر.